الراجل ده كان شكله غريب، وشه كان شاحب، وعروق رقبته ووشه كانوا بارزين وواضحين، ده غير الدم اللي كان مغرق البلطو اللي هو لابسه. كل الحاجات دي خلتني وقفت في مكاني وأنا مش عارف أعمل إيه. هل أخدها جري وأروح ناحية السلم وأنزل بسرعة، ولا أرجع بخطوات بطيئة علشان ما أقعش؟ أفكار كتيرة كانت في دماغي، ما خدتش مني غير ثواني، وقفتهم في مكانه وهو بيبصلي بنظرة فاضية. ثواني عدوا عليا زي سنين. بعدها أنا ابتسمت له عشان أطمن نفسي، وقلت له أنا حرفيا صوتي بيترعش من الخوف. وأنت مالك يا دكتور؟ حضرتك كويس؟ أول ما قلت له كده لف ظهره وسابني ومشي، وفتح باب من أبواب الأوض المقفولة ودخل مني ولا كأني بتكلم معاه.